وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط موفد التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، ضعني في صورة الأوضاع ومجريات الانتخابات العمانية. نعم، بداية الاستوديو بعد التحية. بالفعل يعني كما ذكرتم، يدلي العمانيون غدا بأصواتهم في انتخابات مجلس البلدية لفترة ثالثة، وقد أعلنت بالفعل وزارة الداخلية عن جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت الذي حدد له بيوم 25 من ديسمبر الحالي للناخبين داخل سلطنة عمان. الجديد لدينا في هذا العام هو أن وزارة الداخلية العمانية قامت باستحداث نظام جديد وهو تطبيق انتخب. هذا التطبيق يتيح للعمانيين أن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في أي مكان وفي أي وقت، وليس من الضروري أن يكونوا أن يتوجهوا إلى المقار الانتخابية. هذا التطبيق صمم وفقا لمعايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات الانتخاب بكل سرية. أيضا يشترط أن يكون الناخب مقيدا في السجل الانتخابي، ويحمل هذا التطبيق يتطلب التقاط تصويرها الأصل البطاقة الشخصية للناخب من الجهة. المجالس البلدية هي مجالس في غاية الأهمية لأنها تمثل امتداد لمسيرة البناء والتنمية والنهضة العمانية التي قادها السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد. أيضا المجالس البلدية لها دور كبير في مشروعات خطة التنمية في نطاق كل محافظة. سلطنة عمان بها 11 محافظة بواقع 61 ولاية. أيضا هذه المجالس تختص بإبداء التوصيات المتعلقة في مجالات عدة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها، والمشروعات التنموية والمخططات العمرانية والهيكلية والصناعية والسياحية. أيضا تختص هذه المجالس البلدية بإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية أيضا، واقتراح برامج كفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية. إذا هي تأتي كجزء تكميلي للجزء الكبير الذي تقوم به السلطنة من مشروعات تنموية. وزارة الداخلية بالفعل انتهت من كافة التجهيزات وقامت بإنشاء مركز إعلامي متخصص لمساعدة مساعدة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لرصد عملية التصويت والانتخاب. غدا بإذن الله سوف يكون هناك لنا زيارة داخل وزارة الداخلية لمتابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المخصصة لمجالس البلدية. هذا ما لدينا إلى الآن من جديد ومن تطورات وداخل المشهد لمتابعة مجالس الانتخابات البلدية. هل لك أن رصدت نوع من الأحاديث الخاصة بهذه الانتخابات ومدى حرص الشعب العماني على الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ نعم، الشعب العماني يعني عندما تحدثنا إلى بعض المواطنين أكدوا طبعا أن هذه الانتخابات هي مهمة للغاية، وأن هناك معايير لانتخاب من تقدموا في المجالس الانتخابية. أولا لابد أن يكونوا على دراية كاملة بظروف كل محافظة، وأن يكون لديهم برنامج انتخابي قوي يساهم في تنمية المحافظة وتقديم مشروعات وبرامج جديدة لخدمة المحافظة وخدمة أبناء الشعب العماني من كل محافظة ومن كل ولاية داخل السلطنة. يعني كما ذكرت هي بالفعل انتخابات مهمة تلعب دورا كبيرا في عمليات البناء والتنمية داخل السلطنة. أشكرك جزيل الشكر، موفد التلفزيون المصري من سلطنة عمان محمد الخطيب.